أهلا بكم. تحفل الأغنية الشعبية المغربية بالكثير من الموضوعات التي تستحق الدراسة والتحليل. يتعلق الأمر هنا بأغنية هالعار يا العطار. من طبيعة الحال هذه الأغنية التي هي أغنية تدخل في باب الغرام والعشق والأشواق الحارة، تحفل كذلك بهذه العلاقة بين العاشق والمعشوق، وكيف يتدخل العطار في هذه القصة وفي هذه العلاقة. من طبيعة الحال هذا ما سنحاول أن نكشف عنه من خلال هذا الفيديو البسيط، وكذلك من ألف هذه الأغنية ومن كتبها، ويتعلق الأمر بالفنان المغربي اليهودي ألبير سويسا، وكيف تنقلتها الأجيال بعد ذلك، وكيف تطورتها إلى عديد من الأغاني. هذا ما سنحاول أن نعرفه خلال هذه الحلقة، ابقوا معنا. أغنية هالعار يا العطار أغنية للفنان اليهودي المغربي ألبير سويسا، والمزداد بمدينة الدار البيضاء سنة 1951. هذا الفنان ذو المواهب المتعددة، كتب الكثير من كلمات أغانيه ولحنها وأداها بنفسه. من طبيعة الحال غنتها العديد من الأجواق المغربية العصرية في الكثير من الحفلات. سنحاول أن نتعرف على هذه الكلمات الأصلية كما تغنى بها صاحبها أول مرة. يتعلق الأمر أو يدور موضوع الأغنية حول شاب هجرته حبيبته فلم يجد من حل لمشكلته بعد أن نصحه بعض الأصدقاء إلا اللجوء إلى العطار الذي يفقه في استخدامات الأعشاب وكل أنواع البخور التي يعتقد أن لها تأثير خفي ومفعولها السحري القوي في جلب حبيبته مع التهييج والمحبة الزائدة. تبدأ الأغنية بلازمة طويلة ستتكرر أكثر من مرة، وهي على لسان الشاب وهو يتوسل إلى العطار أن يساعده بالقول: سيد العطار يا العطار اعطيني شي بخور باش نبرد محاني باش نطفي هاد النار، كيف نصبر حبيبي عداني، قالوا لي دوايا عندك نصيبه ياك الداوي اللي فرقوا حبيبه، اش دواك يا العطار هي العطار. وما كما قلت فإن هذه اللازمة رغم طولها فإنها تتكرر كل مرة أثناء الغناء، وبين كل مرة وأخرى نجد مقطعا يتم فيه ذكر بعض أنواع من البخور التي تستعمل لجلب الحبيبة. إن هذه الأنواع من البخور التي سيرد ذكرها في الأغنية موجودة في أسواق العطار المغربية، واستعمالاتها معروفة منذ القديم بالمغرب. يواصل الشاب حديثه مع العطار مستعطفا إياه على أمل أن يجد له البخور المناسب الذي سيحل بعده كل مشاكله وكل عقده. يقول العطار: دير مزية بغيتك تصغيلية حيت نعيد ليك الخبار. وسيكشف له عن سبب خصامه مع حبيبته حتى يعطيه الوصفة السحرية والوصفة المناسبة. سيدي الحبيب غاب عليا، خلف قلبك يا من ويتو غدار، يا العطار كون البيب اعطيني دواء الحب راه صعيب باش انفاجي الضرار، ويلا يجيني الحبيب شوف عيني في القريب. من طبيعة الحال هذا العمل مقابل الأجر، سيقول له: سأعطيك 1000 دينار بيدي أنه مستعد للسخاء بالمال، أعطيني شبخور قوي يكون دغيا كي يداوي وياك باش يبغي الخمار أي الفاسوخ والجاوي. من طبيعة الحال هذه الدواء سيمنحه أو هذه تركيبة العطارة سيمنحها العطار ليقول له في نهاية المطاف بأنه يمكن أن يجد عنده الحل ويمكن أن تعود حبيبته له من جديد. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.